خلينا نروح الآن نحكي عن موضوع اللي هو بالأمس صدر قرار من الحكومة بتعليق الدوام في المدارس لمدة أسبوعين والتوجه للتعليم عن بعد. طبعا هذا هو تحدي الآن، اللي هو تحدي أنه هذا القرار لا يعني عشان نسبة ارتفاع الإصابات بكورونا كيف نخفض النسبة، وأيضا التعليم عن بعد. رح نحكي عن موضوع التعليم عن بعد مع الأستاذة حمدة سليمان، أخصائية تربوية وأسرية، وهي مديرة مدرسة ضاحية الرشيد الحكومية. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني إحنا ما لحقنا، صرنا بس شهر أولادنا داوموا بعد القرار اللي صدر أمس تعليق الدوام. أقل يمكن. بالضبط أقل من شهر تعليق الدوام لمدة 14 يوم. شو الإجراءات اللي هلأ المدارس رح تقوم فيها، ووين المهمة الصعبة بالتعليم عن بعد؟ هلأ هو كان في إجراءات قبل وأثناء وبعد. تم تدريبنا كمدراء على البروتوكول الصحي وعودة الطلبة للمدارس. نحن كمدراء دربنا معلمينا قبل قدوم الطلاب على البروتوكول الصحي وآلية استقبال الطلبة. طلابنا نفسهم كانت أول ثلاث أيام كان تدريب على البروتوكول الصحي وتطبيقه بالمدرسة، ما كانش تدريس. فقبل كان اللي هو تهيئة المدرسة، تعقيم المدرسة، توفير كل شيء يؤمن السلامة الصحية للطلاب طبعا. من معقمات، من نظافة عامة، من تعقيم للبناء كامل، يعني توفير. اشتغلنا على المدرسة هذا من ضمن المخطط، تجهيز المقاعد، كل شيء، الكهرباء، صيانة كاملة للمدرسة قبل حتى قدوم المعلمين. هذا العمل قبل قدوم، احنا كإداريين مدراء دوامنا قبل. هلا بعدين دوام المعلمين اجى ب 25/9. يمكن البعض يحكي الكورونا والكورونا، العكس، هو كان ضرورة. دوام المعلمين كان ضرورة قصوى، خاصة انه في انتقال، في قبول، في ملفات طلبة، في عام جديد أنت بدك ترتب له طبعا بطلابه. كان لازم وجود الإداري سابقا يداوم، وكان لازم وجود المعلم يداوم بوقته رغم ظرف وجود الكورونا، بدنا نتعايش معه بحيث أنه إحنا الأزمة إن ما حلناها تخلق لنا أزمة أكبر منها. صحيح. فلازم نحل هاي المشكلة. طلاب بدهم ينتقل من الخاص للحكومة، طالب بده يرحل من مكان لمكان، بده نقل، بدك تحل مشكلته. صحيح. بده ينتقل ملفه. هذا المرحلة الثانية كانت أثناء دوام المعلمات، استلام ملفات الطلبة، تجهيز قوائم أسمائهم، تجهيز شعب بالمدرسة. المرحلة اللي هم قدوم الطلاب كان في لها برنامج خاص طبعا. بحيث أنه نحن جبنا قسمنا المدارس مثلا اللي هي فردي زوجي الوزارة نعم. ورغم ذلك في مرونة من أجل سلامة الطلبة. أنا كمدرستي 1800 طالبة في المدرسة الصباحية، 500 في المساء تقريبا. مدرستي عبارة عن تقريبا أربع مدارس مع بعض. لكن كمان في مرونة بحيث نأمن السلامة. مثلا كان استقبال الطلبة فردي زوجي يوم الثلاثاء، فردي يوم الأربعاء زوجي. يمكن أخذنا قرار استثنائي من وافقت عليه مديرتنا الدكتورة يسرى، قسمنا على ثلاث فترات من أجل ضمان السلامة، لأن العدد اللي عنا كبير. كبير. يعني قمتم بكل الإجراءات الواجب توافرها للصحة العامة. طب نحكي الآن إحنا عن التعليم عن بعد. اليوم صار في عندكم خبرة في موضوع التعليم عن بعد. نعم. يعني ثلاث أربع شهور نعم. مروا درستوا التعليم عن بعد، صار عندكم خبرة صحيح. كافية. إحنا الآن عندنا أسبوعين بدنا نرجع للتعليم عن بعد. نعم. نحكي عن التعليم عن بعد، كيف عم بتقوموا بتدريس، وإيش التحديات اللي بتواجهكم كمدرسة وكأولياء أمور. تمام. هلا التعليم عن بعد زي ما حكيت إحنا خضنا تجربة بالفترة السابقة عن مدرستي وعن جميع المدارس في لواء الجامعة ولربما بالمملكة. كان أول خطوة حتى قبل قرار الوزارة، كان على مدرستي شكلنا جروبات واتساب لجميع الطلبة، هاي بفترة الكورونا. يمكن كان التحدي أنه البعض الهاتف مش صحيح، الهاتف مفصول، وهذا وارد طبعا. عن مدرسة قوامها العام الماضي 1500 كان، هلأ مع الانتقال زاد عدد الطالبات عنا. كان لازم هاي الخطوة، صارت عنا خبرة اللي وقعنا فيه بالماضي انه الهاتف غير صحيح او مفصول، صرنا حصلنا من الطلبه واعلنا على صفحه المدرسه الطالب باول يوم يجي فيه معه رقم هاتف اثنين، الام والاب، حتى نقدر نتواصل مع الطلبه. فالمعلمات من اول يوم داوم فيه الطلبه اخذوا ارقام الهواتف من الطالبات.
الآن كيف استعدينا له؟ نعم نحن حتى قبل أنه نخوض بأنه بدنا نروح على المنصة درسك اللي هيئتها وزارة التربية والتعليم، إحنا شكلنا جروبات الواتساب لطالباتنا للتواصل معهم، معلمات الصف مشرفات على هذا الموضوع لاستقبال الطلبة لتوصيل الملاحظات للطلاب خلال يعني مدرسة إلكترونية عنا قوامها 21 شعبة. في تعليم إلكتروني، في تعليم وجاهي بعد عودة الطلبة. الآن نحن جاهزين وحتى بياناتهم على الأوبن إمس بحيث أنه الطالب ينتقل لمنصة درسك كمان كان جاهز. طبعا جميل. هذا مش جهد شخصي، هذا جهد وزارة، مدير التربية، صح. كادر يشكر في لواء الجامعة. يمكن ما تصدقوا إحنا لصلاة الفجر ونحن نكون شغالين في بعض الأيام وإحنا رسائل من الوزارة لمدراء التربية مدير تواصل معنا حتى تكون أمور طلابنا جاهزة تمام ومستعدين لأي لحظة. نحن مهيئين، إحنا جاهزين لأي لحظة يصير فيها كنا تحويل للتعليم، مش يعني مستغربين أنه يكون في تعليم إلكتروني خاصة مع التفشي. عودة الطلب للمدارس كانت كمان ضرورة قصوى لاستلام الكتب، لا يعرف هو بأي شعبة بأي مدرسة انتقل إليها، ليشوف معلمينه بهاي الفترة اللي راح يدرسوه. لو حتى كانت اللقاءات ودية ما بين المربي والمعلم، كان في لقاءات للمعلمين، أعطوا عندي حصص البعض، أعطوا مراجعة حسب الكتب اللي وصلت، يعني التزمين إحنا بوزارة التربية كان في مراجعة يعني ما اسمها مرحلة التعافي، أساس إنه اللي راح عليهم يعملوا لهم مراجعة خاصة المرحلة. هلا عم تحكوا لي عن عودة المرحلة والتوجيه. توجيه الآن. والتوجيه الآن طبعا هو ضرورة قصوى الصف الأول وجوده في الغرفة الصفية. تعليم عن بعد لا يصلح نهائيا الصف الأول. الصف الأول إلا إذا كان داعم من خلال ألعاب تعلم باللعب، ألعاب إلكترونية، يعني يكون في برامج مهيئة له، ممكن فيديوهات من خلال منصة درسك تكون مهيئة تثري الشيء اللي ما يمكن تطبيقه عملي بالغرفة الصفية. في كثير نمذجة اللي هو يكون من خلال الفيديوهات يدعم تدريس المعلم، لا يتم الاستغناء في مرحلة تعتمد على التلقين، في مرحلة أول ثاني ثالث يحتاج المعلم حاجة ماسة وجوده. طالما خطط وزارة التربية والتعليم خطوة رائعة جدا بحل مشكلة الأزمة، ترى الوزارة حلت مشاكل كثير، حلت نزوح الطلبة من الخاص للحكومة بالتناوب. احنا فتحنا مدارسنا، استغلينا كل الغرف الموجودة عنا. يمكن عن مدرستي ألغيت غرفة إدارية، ألغيت مختبر حاسوب، شعبنا من أجل الاستقبال الطلب. وين بده يروح يعني طالب؟ أكثر من فترة صباحية. نعم. مسائية. هلا عندي الفترة الصباحية صاروا مجموعتين، مجموعة تداوم أحد ثلاثاء، ناس تداوم اثنين أربعاء، يعني أحد ثلاثاء خميس عفوا اثنين أربعاء. طيب دكتورة، موضوع التوجيه الآن كيف راح تتعاملوا مع تدريس التوجيه الآن؟ يعني إيش خططكم وبرنامجكم عشان طلبة التوجيه؟ هلا طلبة التوجيه تعليمهم جاهي، لا غنى عن تعليمهم إنه في الغرفة الصفية، لأنه لا غنى عن معلم. احنا الأزمة الماضية يمكن أحكي لك للساعة 2 بالليل الطالبات شايلينها مع معلماتهم، متواصلات مع معلماتهم، خلاف يعني زيادة على منصة درسك الفيديوهات من خلال التلفزيون. تتعرف طالب التوجيه ما بيصير تشتيته كثير طبعا. لا غنى عن معلمه، معلمه مع أشياء إضافية ما في مشكلة، لكن معلمه ضرورة قصوى، لأنه اللي مو فاهم شيء حضرت الفيديو لمين بدك تشكي إنك مش فاهم شيء؟ كيف ممكن يوضح لك يا إلا معلمك. فمن أفضل الخطوات حتى يظل التوجيه هو الشيء المتميز بالأردن. التعليم عندنا ما يميزنا في الأردن، عن مع احترامي لكل الدول، التعليم في الأردن مميز طبعا. يمكن خطواتنا حتى أثناء الكورونا كانت أنا مدرب دولي معتمد خارج الأردن وإلي زملاء، يمكن خطواتنا بالأردن بالنسبة لمتابعة التعليم مع أنها فترة حرجة كنا في تحدي أنه التعليم، بديش أحكي لك تعليم عن بعد، التعليم عن بعد له يعني كلام كثير عنه، نحن تدريس عن بعد صار بالظروف الطارئة، ما بيكون تعليم عن بعد، يكون تدريس عن بعد. حولنا التدريس عن بعد، استخدمنا الوسائل التكنولوجية للتدريس عن بعد وليس التعليم عن بعد. التعليم عن بعد له أهداف، له خطط، له منهاج يتوافق مع الأهداف، يتوافق مع احتياجات الطلبة. هذا التعليم عن بعد له أدوات تقييم تقيس بشكل حقيقي. يمكن من الملاحظات اللي البعض يحكي فيها أنه التعليم عن بعد فشل، اللي بدهم يحسبوه أنه إحنا كنا بظرف طارئ ومش إلنا لحالنا، العالم كله نحط فيه، وإحنا أدرنا الأزمة بكل طاقاتنا. ما أنا بحكي لك من الوزير لعند كل المعلمين
ليل نهار نحن شغالين. كنا على إدارة الأزمة لصلاة الفجر، يعني مع صلاة الفجر يمكن نوقف نغلق التليفون عشان نصلي وننام ساعة ساعتين بفترة الكورونا، ونحن شغالين على متابعة الطلبة. يعطيكم العافية صراحة ست حمدة. أنا بدي أسألك يعني كأمهات كأبهات، بعد ما أولادنا جبنا الكتب وتحمسنا للمدرسة ولبس المدرسة والشنات وماما لازم تلبس الكمامة وماما لازم تغسل إيديك، يعني قعدنا نهيئ فيهم صراحة فترة طويلة. مبارح لما خبرنا أولادنا أنه من يوم الخميس ما في دوام، فعليا أنا بنتي بكيت يعني لا ماما بدي أضل بالمدرسة، إحنا بننتبه بنعقم إيدينا. الإحباط اللي صار عند الطلبة أنه خلص اشتقنا للمعلمات، اشتقنا لأصحابنا، اشتقنا للمدرسة، إحنا بننتبه على صحتنا ورح ننتبه على الكمامة. والجيل هذا ست حمدة جيل واعي، بعد الانقطاع هلأ رح يصير 14 يوم، يا ترى كيف أنا رح أحافظ على حماس ابني للمدرسة وعلى حماسه للدراسة وعلى التزامه بالوقت؟ نعرف إحنا بفترة الإجازة وكورونا نومهم مخربط، أكلهم مخربط، لما ما يكون في الصبح على المدرسة والباص عم بستنى تحت ما رح يلتزموا لا بوقت معين ولا بحتى نظام أكل معين. كيف أنا كأم بدي أسيطر على ابني وأخليه نفسيا لسه عنده الحماس للدراسة إنه ماما عادي إحنا من خلال الكمبيوتر أو شاشة اللابتوب رح ندرس ونكمل درسنا؟ أستاذة بالنسبة يمكن فترة الكورونا، يمكن أنا كمديرة مدرسة وأم تماما زيك، أنا بنتي حكت لي ماما أنا اشتقت لدرجي، أنا بدي أروح أشوف صحباتي، بدي أشوره على المدرسة. يمكن عن ابني أضحكه، ابني مبسوط على العطلة، ابني مبسوط. الأولاد دائما مبسوطين على العطل. يحكي تحكوش على الكورونا، الكورونا كويسة. ليش؟ لأنه عطل. هلا هذا يخلينا نشوف شغلتين، ليش الطالب حاب العطلة، ليش البعض حاب المدرسة. تمام، هذا يعطينا جهته، ليش حاب المدرسة، ليش البعض مش حاب يروح على المدرسة. بلاي ستيشن ونوم وقعدة في البيت. نعم. وبدو يلعب مع أصحابه. أنا ما بحس الشغلة علمية أكتر، يعني أولادنا بيحبوا يدرسوا اللعب، لأنه الطفل مفطور على حب التعلم باللعب. بالضبط. هذا الحكي إذا توفر في المدارس وتم، طبعا التعلم باللعب ما بينفع بغرفة فيها 50، إن كنا صادقين مع نفسنا غرفة فيها 50 مش مهيئة لا تعلم بالعدد كثير ولا لتنفيذ نشاط ولا لتنفيذ تجربة ولا لشيء. محتاجين أطفالنا حقيقي اللعب. يمكن التعليم بالتناوب الآن أنه صار 50 يجي منهم 25، صار 18 بالفترة المسائية يجي منهم 9، صار شبه مدرسة خاصة، مو مدرسة خاصة ولا مركز خاص. صح. اللي عم يعطيهم أعطاهم فرصة أكبر. يمكن الطلبة، أنت تحكي الفترة الماضية والأهالي، للأمانة الطلبة ما كانوا حاملين الدراسة محمل الجد طبعا، ولا مع أنه الفيديوهات معدة جيدا، المواد التعليمية معدة جيدا، وأفضل المعلمين والخبراء اللي أعدوا هاي الفيديوهات، فيديوهات قيمة، لكن حكيت لك نحن تجربة جديدة. يعني دكتورة أنتم كان لكم تجربة سابقة في التدريس زي ما حكيتي عن بعد، الآن إحنا أمام تحدي بين المدرسة، يعني حضرتك كمديرة والمعلمات الآن صار عندكم خبرة، الأهالي ودورهم في أبنائهم أنه يرجعوا يطوعوهم عشان التدريس عن بعد. نعم. بهيك بدنا نشكرك أستاذ حمد سليمان، وأنت أخصائية تربوية وأسرية. صح. وبدنا نشكر كل الأهالي الآن والمعلمين طبعا، يعني لهم شكر وتقدير لأنه أكيد يعني قاموا بواجبهم. نعم. قبل وأثناء وما زالوا. فكل الشكر أستاذ حمد. كل الشكر وانبسطنا فيك صراحة، نيالهم بهيك مديرة رائقة ولذيذة. والله أنا محظوظة فيهم، يعني أهل وطلاب ومعلمات حبيبي، خاصة مدرستي جميعهم رائعين، يعني يعطيكم العافية صراحة، كل التوفيق فردا فردا. شكرا لك. رح نتوجه لفاصل ونكمل معكم فقرات يوم جديد، لا تروحوا لبعيد.